شو اللي صار معكم اليوم؟ طبعا هجموا علينا بطريقة يعني همجية مش إنسانية طبعا، وجود الجيش طبعا تأثرونا من كل الاتجاهات، من يمين من الشمال من قدام، ضربوا علينا في العصي كمان، يعني بلشوا يكسروا علينا في السيارة من هون ويضربوا علينا ضرب في العصا، يعني ضربونا هون على راسي وعلى وجهي، وهان الدبشة هاي فاتت من هان وطلعت منها. طبعا هاي إسعاف كريوت كسر كل الكزاز الشهاديه كاملة. Thank you.